احنا هنلعب ادرينالين ليزر تاج عرب هاردوير ونصوحي بيتفقوا مع بعض قصاد الناس بتوع انسوميا ان شاء الله هنقطعه ماشي. بعون الكلام ده مش هيحصل. بعون الله الكلام ده مش هيحصل. اوكي استاذ نصوحي تحب تقول ايه قبل نخش ارض المعركه؟ احب اقول ان اهم حاجه الروح الرياضيه وان احنا هنكسب باي شكل. واضح ان الكوره مأثره عليها يا جماعه نلقاكم في ارض المعركه. اهلا بيكم يا جماعه انا ستريمر ودلوقتي احنا في ادرينالين ليزر تاج فريق عرب هاردوير هنا هو عمال يعني بيحاول يكسب الجيم ومعانا عمرو نصوح يا جماعه وايه زي ما احنا شايفين في تقريبا مشاكل او كده بنلعب طبعا فريق من فريق بنلعب فريق من انزومني يا جماعه خلونا نشوف الفريق بيتنقل ويا سلام على الحركه اللي حصلت دي عايز يا ابو طويل زي ما احنا شايفين لسه لحد دلوقتي ما فيش حد مات ممكن نعمل معاك انترفيو انت في وسط الحرب ايه الاخبار؟ 100 حاسس بايه؟ بقوة بتحرروا ايه دلوقتي؟ مش عارف يلا يلا عايزك تكسب عرب هاردوير احلى حاجة ان انا هتضرب منين؟ وتقريبا عمرو نصوحي هيضرب خلونا نشوف فاقي عامل ايه يا جماعة؟ فاقي عامل ايه فاقي؟ زي الفل يا فندم خسرت ولا لسه؟ ارض المعركة الناس دي هتموتكم ولا لا؟ شكلي فاقي مشغول يا جماعة ابو طويلة ابو طويلة عايزين نعمل معاك انترفيو انت في وسط الحرب حاسس بايه دلوقتي؟ يا عم سيبني ابو طويله مش فاضي يا جماعه ابراهيم نعم ايه الاحساس دلوقتي؟ ما عنديش احساس كل حاجه ماتت دلوقتي كل تكسب ولا لا؟ لا اهم حاجه الثقه بالنفس والحاجات دي طبعا مهمه جدا انك تثق بنفسك ومش عارف ايه تعالوا بقى نشوف كيسو اسكت حاسس بايه؟ اسكت عايزك تقول حاجه قول قول بحبك يا شيماء يا عمي قول بحبك يا شيماء في المي كيسو يا جماعه مش فاضي محدش فاضي الباتل واخدينها سيريس وفي حاجه وقعت هناك تقريبا تبع الاكس طبعا انا بتمشى براحتي ها قتلت كام واحد مش عارف لسه اعمل لك ظهري كفر في واحد هناك ما بيموتش اجيب لك كوبايه شاي تعالى كده اجيب لك غيرك كده عايز اي حاجه اهو يا جماعه احنا بنغس احنا بنشيت بنشيت واخدني كفر واخدني كفر نصوحي مش بيعرف يلعب واخدني كفر ها نصوحي كسبت تمام يلا جو عاش اتضربت ازاي اتضربت ازاي لازم قتل نصوح يا جماعه دلوقتي ده اهم حاجه في الجيم قول بحبك يا ستريمر بحبك اي ام يور بيجست فان بحبك يا ستريمر تقتلني تعالوا نشوف الفريق التاني هاي هاي انت ما... هاي خد هنا خد هنا هاي هاي او احنا بنعمل انترفيو في وسط الحرب عادي يلا بينا يلا بينا يلا قول لي ايه احساسك انها هتنزل علينا هتكسب ولا ايه هتكسب ولا ايه هنحاول هنحاول امين هاي هاي هاوز ذا جاي او دخل ضد فئي يا جماعه ذس از فئي هيز لايك بيست بلاير ان ذا كومباني يا يا سي سبسكرايب تو عرب هاردوير دو سبسكرايب تو عرب هاردوير يا ليه تعالوا نشوف بقى بقيه الناس عامله ايه بالظبط ها كيسو ها ايه الاخبار؟ استنى بس لسه؟ قول بحبك يا سيماء طب بحبها بحب ايه يا عم سيماء مين؟ مصطفى ايه ها ايه الاخبار؟ ايه وصيتك كتبتها؟ ها ما توصينيش على اولادك يا مصطفى هو يا جماعه الحرب واخده جو عالي قوي والناس كلها واخده الموضوع كانه حرب بجد انا بصراحه مستمتع كان نفسي طبعا اشارك بس ايه معيش سلاح يا جماعه زي ما شفتوا البلاك تيم كسب فريق عرب هاردوير خسر ودلوقتي لقينا احمد خالد جاي يتفرج احمد فاتك انت الماتش انا عايز العب عايز تلعب عايز العب قول لي جبت كام سكور انا تعبان يا عمتي كنت تعبان يا نصوحي خسرتنا يا نصوحي لا ده التحكيم ده التحكيم اه هنقدم شكل مشكله التحكيم صح اه طبعا تحلل لنا الماتش ده لا ما هو تحكيم كل حاجه تحكيم كل حاجه تحكيم يا تحكيم يا حظ بحب دايما الدقه في التفاصيل اه هو دي كل تحكيم وحظ قول لي ايه رايك في اللعبه؟ تحكيم وحظ برضه اه لحد ما اكسب هتبقى وحشه اول ما اكسب تبقى حلوه خلاص قشطه وانت ايه رايك يا مصطفى ايه رايك في اللعبه؟ حلوه فشخ خلاص تمام قشطه عاش يا جماعه هتلعبوا راوند ثانيه بس هيغيروا الارض الفريق بتاعنا هيجي هنا والفريق البلاك تيم هيروح هناك
لسه هيبداوا الماتش. طبعا انضم لنا احمد خالد. هاي. السلام عليكم. انضميت لفريق على برضو. بسم الله الرحمن الرحيم، رايحين نحارب دلوقتي. أيوة. وان شاء الله ان شاء الله نسحق العدو. ومعايا نسوحي الوقت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يلا يا جماعه دلوقتي هم بيجهزوا بيستعدوا. انضم اليوم طبعا اي كي. يلا يا جماعه جو. يلا يا اي كي، سوري ان نار صديقه، قول لي ايه الاخبار، انقذني انقذني ارجوك. ايوه 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 ايوه، خدني كفر خدني كفر خدني كفر. ها ها، يلا 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 يلا. عمر عمر اهم هناك اهم هناك هناك يا احمد، في حد بيضربك هنا تقريبا. اوه اوه اوه، تضربنيش، ناقص كده مين تاني، مش عارفين بالظبط ايه الحوار، بس واضح ان الحرب قويه. كيسو 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 الصوت واحد، عايز كيسو عايز كيسو، انت هترفع راس الشركه كيسو مسكوت. استنى كيسو بيجيب سكور يا جماعه. فقي بيتضرب، فقي بيتضرب، فقي فقي. ما تصنيش على اولادك يا فقي، اولادك في قلبي يا جماعه. ما تموتش، اوعى يلا. انا بحبك انا بحبك. فاضل مين تاني دلوقتي؟ الباك تيم هتكسبه ولا ايه؟ بص بص بص، حاسب هتضرب او تقريبا كان مشغول في الضرب، واضح انه كان هيتضرب جامد. هتكسبه ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. عايز حاجه؟ طب اروح اخذ لك واحد هناك. اه بعد اذنك. يلا بينا. طبعا في ناس نايمه هنا ومش عايزين يطلعوا حرب، وخايفين خايفين من شويه الناس اللي هناك دول. انا يعني مش عارف، انا عمال بتفشخ بس. تمام. في ايه؟ في ايه؟ هجيب لك كوبايه شاي. اتغديت يا فندم؟ يا ريت يا طبعا، عشان لما نقول لكم ان احنا بنحارب في عرب هاردوير عشان نطلع لكم المحتوى ده، تصدقوا ان احنا بنعمل كل ما عندنا عشان المحتوى ده يطلع كويس. نزوحي، ها ايه الاخبار؟ اقف هنا اقف هنا، اهو اهو، حد شرب نزوحي، حد شرب نزوحي. لسه لحد دلوقتي ما حدش قدر يعمل اي حاجه. ها هتستنى ولا ايه؟ في واحد واقف هناك. في بص، في واحد واقف هناك اهو، بص، وفي ثلاثه هنا اهو، هنا هنا، بص هنا اهو. ايوه هم هنا، اضربهم بقى. اوبا، هيد شوت هيد شوت هيد مع كل الناس. بص 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 بص، في في ناس واقفين هناك اهم. ايوه، عايزك تجيب ابوه. انهي واحد؟ بص اهو بينشن اهو، وفي واحد اهو مستر جيمس اهو هيموتك. يا كفار يا كفار يا كفار يا كفار. فريقنا كله نايم على الارض، واللي مرمي هنا واللي مرمي هنا، وفريق ضايع خالص، مش عارف ايه ده، حاجه تعر يعني. انتوا واخدين كفر ورا بعض؟ اه. اسلام سلاح خدوه مني. خدوه ليه؟ اهو بيشحنوه بس. بيشحنوا السلاح؟ بيشحنوا السلاح؟ بشحن السلاح في وسط الحرب. في وسط الحرب تعملوا ريلود؟ بعمل له ريلود. الريلود هنا بياخد وقت قد ايه؟ ولا اي وقت خلص. بدي له السلاح. يور ويبن يور ويبن جو. فصل كيسو، انت كمبر يا كيسو، انت بتكمبر ليه يا كيسو؟ استنى بس، دي مش فورتنايت. استنى، دي مش فورتنايت يا كيسو. كيسو واضح انه راجل كمبر كبير. خدني صوره مع النجم يا ابني قبل ما يموت. ايه الاخبار؟ ايه يا حبيبي، ايه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ مش عارفين. هو انا اتضربت؟ ما اعرفش انت ايه؟ انا ايه؟ ما اعرفش، مش عارف اطلع فين. طيب ايه، نجيب ناس من بره وكده؟ نجيب ناس من نزله السمان؟ نجيب يا اسطى بمطاوي بقى هات هات جمال من الليسر ده بتاع عيال بقى و... عيال كوكو بقى. بتضرب ازاي؟ ما اعرف. بص في واحد وراك اهو. طب قشطه قشطه. بص في واحد هنا، واحد هنا، واحد هنا. اه في واحد في النص اهو، هو طالع دلوقتي بس اهو. اضرب اضرب، عاش عاش. اه برو عايز عايز يا جماعه. انا طبعا ايه، بغش التيم ده والتيم ده. يعني في مثلا بيقول لك اللي تلعب له اكسب له، او اللي تكسب له العب له. انت هتلعب له وخلاص، فاهم؟ الجيم خلص، ثاني جيم خلص. نصوحي عملت ايه في الجيم ده؟ اكيد كسبنا. هيبقى احسن من اللي المره فاتت ولا لا؟ كسبنا اللي فات اصلا ولا ايه؟ اه انا شايف كده. اه خلاص، الحاجات دي طبعا هنمنتجها، نقول ان انتوا كسبتوا بتاع، عشان منظرك بقى ما يبقاش قدام الناس وحش وكده. استنى بس شوفوا انك نوب. مفيش لا زي اللعبه دي بس مطاوي ولا ايه؟ ما عندكوش زي اللعبه، ما عندكوش زي اللعبه دي بس مطاوي؟ لا لا لا، كل واحد يخش بمطوى. او في بين بول بقى. في بين بول، بين بول بقى عباره عن بولتس الوان. ما ينفعش اشيل البين دي، بين بول دي، احط رصاص حقيقي؟ لا لا ما ينفعش. طب تمام ماشي. دي يا جماعه دقيقه دقيقه وهنقول النتيجه. فاصل ونرجع لكم بقى على ما يقولوا النتيجه، نكسب شويه فلوس، واخد بالك؟ خلونا نستنى النتيجه بالظبط هتكون ايه. اوه البلاك، البلاك كسب لتاني مره، لتاني مرة البلاك كسب. يا عم ورشاوي فيفا، تحكيم تحكيم الفيفا، كلنا عارفين فريق عرب هارد وير جامد جدا. ازاي ازاي ازاي؟ عارفين عايزين نرفع قضية على الحوار ده. نصوحي انا همتنع عن التعليق. خلاص نصوحي غير لجنة التحكيم. لا
طيب انت شايف نجيب له حكام اجانب؟ اه وش لازم نجيب حكام اجانب. ايوه لازم الموضوع يبقى فيه حكام اجانب اهو. ستوب 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 بلاير. عاش اخيرا حد حد عدل في عرب هاردوير كلها قدر يكسب ويعمل حاجه. يلا مصطفى يلا يلا مصطفى يلا. عاش يا جماعه. اتمنى طبعا الموضوع كله مسلي. الاكسبيرينس رائعه انك تجربها. طبعا الاكسبيرينس دي هتقدر تجربها في ادرينالين وفي كمان بينت بول وحاجات كتير قوي ممكن تعملها. شكرا لكم. كان معكم ستريمر من عرب هاردوير. اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. باي.